مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. بنستكمل حلقات برنامجكم المتميز والمفضل دايما نحو الهدف والموسم الثالث. النهارده الحلقه خاصه جدا وحلقه مهمه يا جماعه. الحلقه النهارده بتتكلم عن مجلس نواب ل 2020، طبعا محافظه من اهم اعصاب جمهوريه مصر العربيه الحبيبه، وهي الدقهليه طبعا. وخصوصا هنتكلم النهارده عن ديكيرنس وعن شربين وعن بني عبيد. اسم ابتدى الفترة الأخيرة يلمع، ابتدى يعني ناس كتيرة قوي تقرروا، بذل مجهودات وابتدى يشتغل وابتدى يعمل يعني شغل حلو جدا جدا في المناطق دي، ديكرنس وشربين وبني عبيد. خلونا الأول نرحب بالمهندس أحمد حسين خطاب، رجل الأعمال وطبعا المرشح لمجلس نواب 2020. أهلا بحضرتك، منورنا النهاردة. لا انتم منورينا والله. كنا عايزين نعرف من حضرتك، يعني الأول أنا والمذيعة الجميلة ندى، كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني المؤهلات الأول والخبرات العلمية والعملية، والفكرة بتاعت ترشيح حضرتك لمجلس النواب جت إزاي؟ أولاً أنا اسمي أحمد حسين خطاب، كفر أبو علي، نيجير ديكرنس، شاب طموح. ممكن سافرت السعودية وأنا سن صغير 20 سنة. الحمد لله كنت طالع وليا سقف طموحات عالي جداً، وده اللي جاي يساعدني في الغربة، ان انا ابقى من حاجة بسيطة لرجل اعمال. طبعا الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اجتهدت واشتغلت، وطبعا دي كانت طبعا بدعم من ناس حبايبنا، الحمد لله ربنا يحفظهم يا رب. مؤهلات طبعا اشتغلت في كام شركة في السعودية، الحمد لله مسكت فيها مناصب، والحمد لله يعني وصلنا لرجل أعمال. الحمد لله. عاوزين نعرف حضرتك بدأت فكرة ترشيح حضرتك يعني المجلس النواب امتى؟ والله الفكرة الفكرة دي نفسها جت لك امتى الفكرة كانت؟ دي بتعودني وأنا عندي 16 سنة. عمي ما صبري شاء خطاب الله. الله يرحمه كان دايما يقول لي أنا شايف فيك عضو مجلس الشعب. فطبعا بكلام وطموحات قلت ماشي، فكرة كويسة، بس شجعك بقى على كده. تشجيع طبعا. وكنت نفسي يعني ايه مجلس الشعب ويعني ايه عضو مجلس الشعب، فالفكره دي كانت بتراودني كتير. والحمد لله يعني جايز الواحد معروف في البلد عندنا، والحمد لله عيلة خطاب. ف الفكره جاتني عايز اعمل حاجه للناس، فاما طبعا اما ربنا الحمد لله اعني وجيت رجل اعمال، قلت عايز اجي اخدم بلدي بقى. طبعا انا من كام سنه كده كنت ماشي على الطريق بتاعنا، فبكلم واحد بقول له طريق البلد ماله متكسر ليه كده؟ قال لي شركة حدث ولا البترول. حرج. تمام. شركة البترول كسرت الطريق. طب ليه ما صلحتوش؟ قال لك إن الطريق جاله تخصيص من شركة البترول بالإصلاح. طب ما تصلحش ليه؟ قال لك إن لازم عضو مجلس الشعب وموافقات، وللأسف الشديد لغاية النهاردة ما اتعملش. فقلت طب ما أنا يعني أنا أولى بأهل بلدي إن أنا طبعا أعمل لهم الخدمات دي، طبعا بدل ما أروح لعضو مجلس الشعب تاني وتالت. لأ أنا يعني بلدي انا اكون أولى الاول ان انا بيها. اعمل لها يعني. تمام. كنا عايزين كان نعرف من حضرتك الفرق بين الدور الخدمي الرقابي لعضو مجلس النواب في ظل عدم وجود أفراد أو أعضاء للمجلس المحلي. المجلس المحلي طبعا هو اولا المجلس الشعب مش من اختصاصاته انه يكون عضو مجلس محلي، بس في عدم وجود مجلس محلي زاد العبء عليه شوية، بالظبط. لان هو تشريعي ورقابي، يعني الاختصاصين دولت هم الاساس بتاع عضو مجلس الشعب، ان هو يكون جزء رقابي وجزء التاني بتاعه تشريعي. بالمناسبة كان في افتتاح جميل جدا جدا للمقر الانتخابي للمهندس أحمد خطاب، وفريق البرنامج اتنقل بكاميرات برنامج نحو الهدف عشان نعمل تغطية إعلامية للافتتاح ده. تعالوا بينا نشوف تقرير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد التقرير. كان يوم جميل جدا وافتتاح جميل جدا جدا، ولا ايه رايك يا دينا؟ اكيد طبعا، وراي الناس يعني بالمجهودات يا ندى. المهندس احمد حسين خطاب اللي مقدمها يعني باين انه كانت فعلا حاجه فعلا جميله جدا. خلوكم بتشتغل من قبل ما تحصل على مكان وعلى مجلس او مقعد في مجلس النواب. دي حاجه حلوه جدا جدا. كنا عاوزين نعرف اهم المشكلات اللي بتعاني منها دايرتك. اولا مشكله دايرتي انا هتكلم عن مشكله انا بعاصرها، يعني سواء في قريه كفر ابو علي او سواء في الوحده المحليه اللي انا تابع ليها، اللي هي تابع مركز ديكيرنس نجير.
والوحده المحليه بديم الشلت، يعني دول اقرب وحدات ليا انا عاشرتهم وعارف ايه مشاكلهم يعني. طبعا هنتكلم عن ديكيرنس الام. يعني ايه ديكيرنس؟ ديكيرنس اولا فيها اول مدرسه ثانوي عام على مستوى محافظه الاهليه، مدرسه علي مبارك الثانويه. فطبعا اما مركز بني عبيد يعني طلع من ديكيرنس، مركز منية النصر طلع من رحم ديكيرنس، اكتر من 4 مراكز طلعوا من رحم ديكيرنس. لو جينا النهارده نبص على ديكيرنس هنلاقيها امراه عجوز. خلاص انتهى الكلام في الموضوع. ايه مشاكل ديكيرنس؟ احنا عندنا مقلب زباله، لو حضرتك ممكن انت داخل ديكيرنس بتشوف كوم كبير كده جنب المقابر، حرق الجثث داخل المقابر. حرق الجثث بجد. وحضرتك ممكن أيوة تعملي برضك تفضلي عندنا تاني وهوريه لك. أيوة. طبعا اتكلمنا في الموضوع ده وكان عندي فكره بما ان ده تخصصي يعني في الميكانيكا، فاتكلمنا ان ممكن اعمل حل جذري لمشكله مقلب القمام، لان هي مشكله كبيره جدا للعلم وبيعاني منها الاف الناس في مركز ديكيرنس. والمشكله دي اللي هترهق الواحد اللي هينجح فينا ان شاء الله. تمام. او اتمنى اللي ينجح مننا يهتم بمقلب القمامه في مركز ديكيرنس. تمام. لان بجد اولا ضار بالبيئه، ثانيا بقول لحضرتك حرق الجثث في المقابر، ودي شيء يعني سيء جدا طبعا. اكيد. طبعا جاء حلول وجاء محافظ ورا محافظ وجو صوروا جنب مقلب القمامه، والله ما حد عمل حاجه. ما فيش اي حلول حضرتك قدرت تساهم؟ انا عندي حل وعرضته على رئيس مجلس المركز عندنا. تمام. وقلت له انا عندي الحل وعندي استعداد ان انا اساعد فيه كمان كرجل اعمال او مجموعه رجال اعمال. الحل حاجه واحده بس، ان احنا ممكن نجيب خلاص ما عادش حد يحط قمامه في المقلب ده خالص، وطبعا في اقرب مقلب لينا هو اللي هو بتاع قلبشه يحولوا عليه كل ايه القمامه بتاع ديكيرنس. دي فكره كويسه. طبعا ونيجي بقى سيدي. احنا عندنا الناتج بتاع الترع للاسف الشديد، ودي مشكله برضك عندنا في ديكيرنس واجوارها، الناتج الاصول فيه في بند في العقد بتاع المقاول ان هو يرفع التطهير، ناتج التطهير يرميه في اي مكان. فاحنا قلنا نستفيد بناتج التطهير ان هو يغطي بيه القمامه، وتحط مواسير، يعني يتعمل شبكه مواسير زي الفاير فايتنج كده. ايوه. وتتحط تدفن في قلب مقلب القمامه. هنعمل منها ايه؟ طبعا انت عارفه لما يكون في مقلب قمامه الغاز اللي موجود غاز الاسيلين، الغاز ده اصلا بيصدر لدول تانية. احنا ممكن نستفاد منه ان احنا نوقف المقلب ده خالص، نخليه يحرق نفسه بنفسه. الارض طبعا اللي تحته ارض هشه ما ينفعش يتعمل عليها اي مشروع الا ممكن بعد كام سنه. تمام. فممكن الطين اللي هيطلع من ناتج الترع والبحر عندنا بتاع بحر ديكيرنس ان احنا نغطي بيه خالص وندفن المواسير ديت، ونضطر ان احنا نسحب الغاز ده من قلب الزباله. اولا استفدنا بحاجه دخل للبلد وتنميه مستدامه لمركز ديكيرنس، وبعد كده الحاجه دي تطلع وتتراح مصنع تدوير وترجع تاني يعني. تمام. لكن للاسف الشديد احنا بنتكلم وبنتكلم بس ما فيش فعل. لا طبعا، طول ما احنا باذن الله ان شاء الله بنوصل صوتنا وبنجتهد، وافكار جديده حضرتك بتطرحها وافكار فعاليه لحلول ازمه ومشكله عصيبه في مشكلة عصب كبيره جدا جمهوريه مصر العربيه وهي الاهليه. فكنت عايزه برضو اسال حضرتك سؤال مهم بالنسبه للبرنامج. لا اتفضل. مشاكلنا كتير. لا لا ان شاء الله ربنا ما يجيبش اي مشاكل. المشكله الثانيه عندنا مستشفى ديكيرنس العام. طبعا انا اول ما كورونا بدات الفيروس طبعا انتشر زي النار في الهشيم. مظبوط. فطبعا مدير المستشفى الدكتور علاء راجل محترم بامانه ربنا يعني. الراجل امكانياته على قده في المستشفى، فكان انا عايزه والدتي فجاني فقال لي انا عايز اعمل حاجه بالمستشفى باسم والدتك. قلت له من عينيا الاثنين. طب ايه الحاجه اللي نقدر نعملها حاليا؟ قال لي تعمل لي قسم عزل في المستشفى. فالحمد لله عملت قسم عزل في المستشفى. جزاك الله وده خير. يعتبر من الاقسام الموجوده في محافظه الدهليه قسم جداً. العزل مهم جدا. اول من عمل قسم أكيد. العزل في المستشفى والحمد لله عملناه يعني. فطبعا المستشفى بينقصها خدمات طبعاً. بينقصها خدمات مستلزمات طبيه مش متوفره، دي النواقص اللي رجال اعمال طبعا بيتبرعوا. بس انت عندك ديكيرنس تتعدى المليون. مظبوط. فبرضك اللي بيجي من وزاره الصحه ما بيكفيش يومين ثلاثة بجد. انا شفت بعيني يعني لازال في نقص وازمة كبيرة جدا حتى في امكانيات المستشفى نفسها والمستلزمات الطبية.
تمام. فالوقت المستشفى، ودي خلصنا من موضوع المستشفى. عندنا الصرف الصحي في مركز ديكيرنس. طبعا احنا بنوجه، احنا عايزين نوجه رساله. هو انا احنا بنشتغل كلنا بقى تحت قبه رئيس محترم فاهم. ايوه فاهم الازمات، عارف هو عايز ايه من الشعب والشعب عايز منه ايه بالظبط. واحنا خلي بالك احنا عشان نعالج فساد كام سنه هنتعب شويه اكيد. الصرف الصحي في مركز ديكيرنس عايمه على صرف صحي. ايه مشكله الصرف الصحي؟ ان المقاول العام جاب مقاول من الباطن سب كونتراكت، جاب مقاول الباطن، جاب مقاول تاني، المقاول اللي اشتغل وعمل المقايسه مش هو المقاول اللي اشتغل. فطبعا الحاجات دي كلها بقت يعني حاجات هشه. مجرد ما يحصل لو البامب بتاع الرفع وقف دقيقه واحده ممكن تلاقي فيضان في ديكيرنس. يا نهار ابيض. لا بكلمك بجد، وتعالي واسالي في الشارع، انا ما بتكلمش كده اي كلام. لا تعالي وحضرتك هوريك الناس وشوفي مشاكل الناس. يعني الادوار البدروم والكلام ده كلها شبه متر ميه في البدروم. ليه؟ طبعا هي ان انت ما بتجيب شركه كبيره ما بتبصش للعدد العماله اللي عندها قد ايه. لا انت بتجيب شركه لها كيانها بس عدد العماله الخاصه وليست العامه. ايوه. فاما تيجي تجيب شركه كبيره، انا اتمنى من رئيس الجمهوريه لما يجي يجيب شركه يشوف عدد العماله اللي في الشركه دي قد ايه بالظبط. تمام. يشوف العماله هل هتكفي المشروع ده. تمام. ولا لا؟ مظبوط. ولا هو يرمي على سب كونتراكت، وسب كونتراكت عايز طبعا يستفاد بجزء مالي فبجيب سب كونتراكت تاني. تمام. تحت منه بسعر اقل، الراجل بيعمل اي حاجه معلش بالتمشيه كده الدنيا ايه؟ لازم نبقى عارفين ان المواطن بيعاني، لكن للاسف مفيش حد بيوصل. لا احنا ان شاء الله يعني انا اتمنى ان صوتي يوصل لرئيس الجمهوريه ان مركز ديكيرنس بيعاني من مشاكل كتير جدا. اولا تغيير رؤساء مجلس المدينه ده برضك مسبب لنا يعني ازمه كبيره جدا. عدم الاستقرار. رئيس مجلس المدينه يقعد شهرين ويمشي، مفيش حد مستقر. رئيس مجلس المدينه يقعد شهر ويمشي. طب يمشي مع العلم ان في رؤساء مجلس مدينه اشتغلوا قبل ما حد يحقق الهدف بالظبط، الخدمه المطلوبه منه ما بيستناش حتى يفهم. ايوه. شوارع ديكيرنس شكلها ايه؟ تمام. يعني لو ان مشيتك في ديكيرنس عندنا مفيش طريق ممهد تعرف تمشي فيه. تمام. مفيش اشاره مرور. مشكله كبيره جدا. تقدر مشكله طريق ديكيرنس. بعد ما الكوبري يعني حضرتك يا مهندس احمد، يعني حضرتك شايف ان الكوبري اللي اتعمل في ديكيرنس، طريق ديكيرنس، هل حل الازمه دي؟ لان كلنا حدث ولا حرج طبعا، يعني كلنا مشينا في الطريق ده، وانا شخصيا مشيت فيه كذا مره وفعلا طريق صعب جدا. هل طبعاً الكوبري لما كوبري ديكيرنس الجديده لما انشئ، هل حل الازمه دي ولا لازالت الازمه دي؟ لا هو حلها بنسبه 60%، لكن مش 100%. لا مش 100% طبعا. 100% ازدواج الطريق. أيوة. والحمد لله في ناس اجتهدوا في الموضوع وان شاء الله ماشيين في ازدواج الطريق ده. اسمه كان طريق الموت، يعني كل شبه يوم حادثتين ثلاثه عليه. فالكوبري فك ازمه، مش هنقول 100%، لا هو حل بنسبه 60%. ال 100% اما يجي ازدواج الطريق هيحلها 100%. طيب لو ازدواجي، حضرتك شايف من وجهه نظرك انه باذن الله هيتحل وهتقل الحوادث بنسبه كبيره جدا. يعني احنا في عهد انا اتكلمت حتى مع جماعه، اكتر الناس اللي رحت لهم بلادهم قلت لهم يا جماعه اللي بيبني بيت عندنا بيروح يدين من فلان ويستلف من فلان عشان يبني بيته. بالظبط. فالرئيس بتاعنا بيبني دوله وبيعمل اساسات دوله تعيش لمئات السنين. احنا هنتعب شويه والموضوع مش صعب عشان احنا في مرحله بناء دوله قويه جدا. طبعاً. احنا خارجين من كذا ثوره ومشاكل مستهدفين كبيره جدا. انت عندك في جنوب مصر مستهدف. مظبوط. غرب مصر مستهدف. مظبوط. شمال مصر مستهدف. في ضغوط يعني لا تحتمل. ربنا يقوي من كل ناحيه. فاحنا دلوقتي بنتكلم في حاجه واحده بس، ادي مشاكل ديكيرنس. مظبوط. تعالي بقى المشاكل الوحدات المحليه، يعني نتكلم في مشاكل الوحدات المحليه. ايوه. عندنا مستشفى نجير العام طبعا عملوها مستشفى طب الاسره. ماشي. المستشفى دي معمول فيها اساسات من 15 سنه و17 سنه بما يعد 2-3 مليون، يعني في الوقت الحالي ب 17 مليون جنيه. تمام. وجبنا رجال اعمال من بره مصر عشان يبنوا المستشفى ويعملوها مستشفى متطوره. طبعا وزاره الصحه قالت لا، في اكتر من مستشفى عندكم في شربين ومستشفى ديكيرنس ولازم أن يكون في مسافه كذا. طبعا كلام غير صحيح طبعا بالمره. انت مستشفى بتخدم اكتر من 350 الف نسمه، اما تتعامل مركز طب اسره يعني يا دوبك بس تروح تاخدي ابره حقنه فيها وتشتريها من بره وانت رايحه.
اساسات مش معموله مع متطلبات المواطنين. اساسات معموله تبني 5 6 ادوار. طبعا ده اهدار مال عام، وانا بناشد السيد الرئيس ان هو يحقق في الموضوع ده، لان طبعا ده اهدار مال عام. تمام. ويشوف مين المتسبب في اهدار المال العام ده. تمام يا استاذ. ماشي. تمام. عندنا ما عندناش وحده مطافي في نجير، في الوحده المحليه بنجير. عندنا وحده اسعاف مجهزه بكامل تجهيزها، بس ما فيش عندنا سياره اسعاف. دي مشكله. ما عندناش سجل مدني بيخدم 350 الف نسمه، عشان تروحي واحد مثلا ظروفه بيشتغل ب 30 جنيه ولا ب 20 جنيه. تمام. يروح يركب سياره ب 3 4 جنيه ويرجع. طب ما انا ممكن اوفر له، ورجال اعمال هيعملوها. في تقرير معانا يا استاذ احمد، عايزين نروح نشوفه ونرجع تاني. ماشي. مشاهدينا هنروح لتقرير عن الناس ومتطلباتهم وحابين ايه من المرشح لعضو مجلس النواب. تعالوا بينا نشوف. نزلنا الشارع عشان نعرف راي الناس وايه هي متطلباتهم من مهندس احمد حسين خطاب. متطلباتنا من البشمهندس احمد حسين خطاب ان شاء الله ربنا يوفقه وينزل مجلس النواب، احنا بنطالبه بوحده صحيه، ده رقم واحد. رقم اثنين بنطالبه بمركز شباب للشباب عندنا في القريه. رقم ثلاثه بنطالبه بالطريق من اللي هو من كفر ابو علي لغايه كفر ابو ناصر. والله احنا كل اللي بنطلبه من المهندس احمد انه راجل كويس ومحترم وخدوم، وربنا يوفقه يا رب، لان احنا فعلا محتاجين واحد شاب زي المهندس احمد يشوف الشباب ويبقى ادي فرصه للمجال للناس، للشباب المهمشه، لان اغلبيه النواب ناس كبيره وبنشوفهم نيام في المجلس. احنا عايزين الشباب وندي له فرصه، والبلد محتاجه حاجات كتير ومش هيقدر يحققها للشباب. مش هجيب راجل كبير هو اللي يحقق مطالب شباب صغير، لازم يكون شاب منهم ومن سنهم، يعرف متطلباتهم، يعرف نظامهم، هو ده اللي مطلوب في المرحله الجايه، هم الشباب. استاذ احمد حسين طبعا خير وراجل خير وبعمل خير كتير وبعمل حاجات كويسه يعني في البلد يعني، وكويس يعني. طيب بما ان حضرتك ماسكه الحمله الدعائيه بتاعه المهندس احمد حسين خطاب، وسمعنا من شويه راي الناس ومتطلباتهم منه، انت ايه راي حضرتك في المتطلبات؟ والله هو الاستاذ احمد حسين مش مستني ان الناس تطلب، بيعمل من قبل ما ينزل الدعايه، واساسا عمل حاجات خيريه كتير، عمل شغل في عمل قسم عزل في المستشفى بتاع الديكرنس العام من قبل ما الناس تطلب، هو بيعمل، ومن قبل ما ينزل الدعايه هو من سنين وهو بيعمل، ما حدش دق على بابه وهو رفض والله بصراحه، وكل حاجة هو في ايده والحمد لله، وربنا يعينه على مطالباتنا ويكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله. مهندس صلاح عبد السميع عمر من كفر أبو علي، زميل وصديق المهندس أحمد حسين خطاب. إن شاء الله بتتجمع الطلبات كلها، ومعانا غرفة عمليات بتجمع الطلبات وبنجمعها وزارات الأول، كل وزارة طلباتها، وإن شاء الله فيه مناديب بتطلع لكل وزارة، وربنا يوفقنا اللي نقدر نعمله قبل الانتخابات إن شاء الله هيتعمل، والحاجات اللي مش هتخلص قبل الانتخابات وعد إن شاء الله سواء وفق أو موفقش هي على عاتقه إن شاء الله، إنه هيحاول يخلص ما يمكن إن يقدر يعمله للناس، وهو أصلا بدون ترشيح وبدون حاجة هو دي طبيعته ودي نشاطه ودي ثقافته بالنسبة للانتخابات أو غير الانتخابات، فهو إنسان خدوم وبيتمنى أن دايما يوصل الخير لكل الناس. وكمان سألناهم عن رأيهم فيه وليه هينتخبوه. راجل خدوم ما حدش بيقصده في القرية على أي حاجة وبيتأخر. والله على المستوى الشخصي هو راجل محترم، شاب له طموح، له رؤية لقدام، يعني راجل كويس بيعرف انه بيعمل لله، ويعني ما حدش بيقصده في حاجه، ما حدش بيطلب منه حاجه وبتاخر او باثر مع حد يعني. لو حد احتاج منه اي حاجه ما بتاخرش. مشاهدينا وزي ما حضراتكم شايفين يعني طبعا باين ان في شغل وفي مجهودات بذلت في ديكرنس وشربين وبني عبيد. بنشكر طبعا المهندس احمد حسين خطاب، وبنامل يكون في مزيد ومزيد من الجهد والشغل للخدمات والمرافق، وطبعا لكل الازمات اللي موجوده في المناطق دي، خصوصا ملفات شربين وبني عبيد. من وجهه نظر حضرتك عايزين نعرف اكتر. طيب هنكمل برضك الوحدات المحليه في ديكرنس، عشان برضك يعني هي كلها مشاكل واحده يعني، لو جينا نبص. أيوة. مشاكل الوحدات المحليه هتلاقي كلها سوفت كوبي. ماشي. دلوقتي مشكله منشيه عبد الرحمن دي برضك احدى وحدات محليه مركز ديكرنس، فيها مستشفى متطوره بصراحه، انا دخلتها حاجه مفخره، افضل جميله، بس ما فيش فيها ولا دكتور. سالت الدكاتره طب ليه حضركم ما بتجوش؟
قال لك الطريق اصلا مقطوع وعايزين سياره تودي الدكاتره وتجيبهم، احنا نوفر لكم كامل الكادر الطبي. يعني برضو هنرجع لمشكله الطريق. مشكله أحمد. الطريق تمام. الحاجه الثانيه سياره المطافي، موجود مبنى معمول على احدث طراز، حاجه بصراحه مفخره لمنشيه عبد الرحمن، بس ما فيش عربيه مطافي. طب لازمه المبنى ايه؟ هي اهم حاجه اصلا مش موجوده، الامكانيات فعلا قليله كده جدا. برضك مبنى الاسعاف اي للسقوط، وكلمنا هو في سياره اسعاف ودوها بلد ثانيه عشان المبنى اي للسقوط. وانا كنت هناك من فتره، واحده حلفت يمين، وطبعا الكل اللي كان موجودين قال لك لو ابنها مات، لو في سياره اسعاف كانت نقلته في خلال 15 دقيقه ربنا كان ممكن يعني. وما كانش متوفر سيارات، مفيش سيارات اسعاف، كانت الامكانيات فعلا قليله والسيارات قليله جدا، مفيش سيارات. فالمفروض يعني بقى انت بعد الساعه 11 بالليل ما تعرفيش تمشي على الطريق اصلا، وتعالي امشي عليه بالليل. واتحدى اي حد يعرف يمشي عليه بالليل. معانا استاذ محمد من الدقهليه، مساء الخير استاذ محمد. حضرتك ممكن تعلي صوتك استاذ محمد؟ اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا استاذ زينب، مرحبا بك يا استاذ هدى. اهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. عايز اكلم باشمهندس احمد حضرتك. اتفضل. هو معاك محمد رمضان من طريق مركز الكرمه. حضرتك هتوطي بس التلفزيون، عفوا استاذ محمد، هتوطي التلفزيون علشان في صدى صوت. حاضر يا فندم. ايوه مع حضرتك يا فندم. اتفضل قول سؤالك للبشمهندس. والله احنا كلنا مع البشمهندس احمد قلبا وقالبا. اتفضل قول سؤال حضرتك. البشمهندس احمد راجل خير، وفعلا هو فعلا مرشح للشباب. انا عايز بس اقول للبشمهندس احمد ان احنا كلنا معاه. مش ربنا يخليه. وكلنا بنحيده، كل الطريق ومركز كنس كلها معاه، وانا مستنظره زي ما هو عدلي ان شاء الله باذن الله. مستنظره زي ما هو عدلي ان شاء الله. يا استاذ محمد عند حضرتك اي سؤال تاني عشان الوقت بس؟ استاذ محمد بنشكر حضرتك جدا على اتصالك. لا يا باشا، انا على وعد ليك ان انا زياره برضك، لان عندهم برضك مشكله برضك في البلد عندهم، وقلت لهم ان انا هاجي لكم، بس المراكز كتير والكوره كتير والضغط كتير، فانا بحاول بقدر المستطاع ان انا بروح اكتر البلاد عشان اشوف مشاكلهم ايه بالظبط ان شاء الله. فعندنا برضك مشاكل، يعني عندك وحدات محليه كتير، 7 وحدات محليه كلهم على نفس الوضع. الطرق، المدارس، ما فيش وحده صحيه بتلبي احتياجات الناس. فنيجي نتكلم فين عضو مجلس الشعب؟ مش موجود. دي مشكله بنعاني منها من 60 سنه، ان العضو بينجح وما عادش حد بيشوفه. تمام. معانا استاذه سحر. مدام سحر اتفضلي. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم باشمهندس احمد. اتفضلي. اولا انا مش من دايرته خالص. ثانيا بجد انا قلتها له مره، لو حضرتك ربنا كتب لك وكسبت في مجلس الشعب فانت اللي مكسب ليه ومش هم اللي مكسب ليه. ايوه بالظبط بجد، يعني احنا شفنا من الراجل ده كل الخير، هو ما استناش ان هو يكسب علشان يعمل، احنا بنتمنى ان الناس اللي في بلدنا يعملوا خطه واخدونه قدوه قدامنا، بنقولها لكل الناس. نعم ماشي يا استاذه سحر، جزاك الله خير. بس انا والله مش فاكر حد، بس اشكرك على شعورك الطيب، وان شاء الله يعني انا قلت سواء بنجاح او من غير نجاح انا ماشي في عمل خدمي بدون نظر لاي حاجه تانية. يعني انا سواء بنجاح او من غير نجاح ان شاء الله انا ماشي في طريقي، ما حدش يوقفني ان شاء الله. يعني ان شاء الله. نشكر حضرتك جدا استاذ سحر، يعني من الواضح فعلا ان حضرتك بتعمل وبتكد وبتشتغل على اساس حبك لديكرنس ولبني عبيد ولشربين، مش حبا بس في حصول حضرتك ونجاحك ان شاء الله على حصولك على مقعد، لا انت باين من شغل حضرتك ان انت بتحب اهل المنطقه وبتحب يعني اهلك وبتشتغل طبعا. كحب مش كطمع في مقعد في مجلس النواب،
وان شاء الله باذن الله بحب الناس دي كلها. استاذ احمد يعني اكيد بشغلك وباجتهادك وكل العمل الدؤوب اللي حضرتك قايم بيه اكيد باذن الله ان شاء الله يعني هنبارك لحضرتك قريب ان شاء الله. حلفنا الحظ وما حلفنيش احنا ان شاء الله هنساند اللي هينجح لان اكتر النازلين شباب وناس كويسه وان شاء الله هنقف في ظهرهم برضو. سواء برضك عندنا مشكله في بني عبيد طبعا مستشفى بني عبيد لسه مبنيه من كام سنه وللاسف نفس مشكله برضك المقاول بالغير المقاييس العالميه اتعملت المستشفى قايله للسقوط الاخرى واتعمل لها احلال وتجديد تاني بملايين. عايزين تحقيق في الموضوع ده على اوسع نطاق. المستشفى دلوقتي عمل الضغط على تكرنس حولوا كل الحالات على تكرنس اصبح تكرنس بدل ما كانت 500 الف حاله بقت النهارده مليون حاله لان انت ضفت مركز تاني على المستشفى بالضبط. اصبح عبء تاني على المستشفى. برضك عندهم المحكمه برضك سمعنا برضك وفي واكيد الكلام يعني وممكن حضرتك تنزلي وتعملي تقارير. المحكمه اتبنت برضك على احدث نظام بس للاسف المقاول برضك اثر في شغله. المحكمه كانت المفروض تتفتح ما اتفتحتش طبعا ده يرجع بقى ان الجهه السياديه تراقب الموضوع ده وتحقق فيه. اتمنى تحقق فيه طبعا برضك الوحدات المحليه زي اليوسفيه والزهيري الناس دي عايزين يكلموني كتير وان شاء الله انا هروح لهم. عندهم مشاكل كتير برضك عندهم نقص خدمات عندهم طرق لسه طينيه لو الجو مطر شويه لو واحد تعبان ما يعرفش يودوه مستشفى او اي كذا فربنا يعني يتولاهم برحمته. فانا بناشد المحافظ بناشد رئيس الجمهوريه الاب لنا كلنا ان هو يهتم بمركز ديكيرنس ويهتم بمركز بني عبيد. برضك شربين انا رحت شربين من فتره بسيطه عندهم برضك نفس المشاكل. برضك المستشفى مفيش مستلزمات عندهم برضك الوحدات المحليه الطرق غير ممهده. عندهم برضك مشكله في نقص الميه في الاحمديه والبلاد اللي حواليها. في مكالمه دلوقتي مفاجاه لحضرتك. مفاجاه؟ مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ازيك؟ اهلا بيكي الباشمهندس. مع حضرتك. ازيك يا باشمهندس؟ صباح الخير وبركات. ازيك يا حاجه؟ ازيك؟ ربنا يديك الصحه. ازيك؟ والله الحمد لله. ايه؟ والله الحمد لله. الحمد لله كلك ادب واخلاق ربنا ودايما ربنا. بتساعد الناس. ربنا يخليك ربنا يحفظك. انا اعرفك من مصر ومن السعوديه انت اخلاق. ربنا يخليك يا حاجه. بتخدم الناس والله عارفك بقالي 10 سنين واكتر بتخدم الناس كلها وبتساعد الناس كلها. ربنا يوفقك يا ابني. ربنا يحفظك. انا اولا المفاجاه يعني ما عادش عارف ارد يعني جزاك الله خير وان شاء الله اكون عند حسن ظنك دايما بيا ان شاء الله يعني. يا رب يا رب. ما تنسنيش من دعائك بس اهم حاجه دعواتك بس. يا رب يبدلك على طول. ربنا يديك الصحه والعافيه ويخليك. يا حماتي ام زوجتي. ربنا يبارك في عمرك. دي طاج راسي بجد يعني حماتي وام زوجتي بنشكر حضرتك جدا على المكالمه الجميله اللي حضرتك يعني اهديتيها للباشمهندس ولينا. لا 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 ده على عينيا. بالمناسبه يا باشمهندس احمد ايه الخدمات اللي هتحاول توفرها لاهل دايرتك؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه انا لوحدي مش هعمل حاجه. هقدر اساعد على قد ما اقدر. احنا طبعا عندنا متطلبات كتير وعندنا حاجات كتير عايزين نعملها. فاحنا انا فكرت ان احنا ممكن نعمل زي حاجه زي رجال اعمال مجموعه رجال اعمال تساعد الدوله. طبعا هو الرئيس مش هيعمل كل حاجه. خلينا واقعيين. هو الرئيس لما نادى وقال انا عايز المجتمع المدني فالاصول المجتمع المدني يلبي ماشي. فالنهارده احنا بناشد رجال اعمال ديكيرنس رجال اعمال بني عبيد رجال اعمال شربين كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض لمصلحه الثلاث مراكز ونعمل حاجه مستقبليه لاولادنا. نحاول نساعد الدوله ولو بجزء بسيط. الحمد لله انا في المدارس برضك رحت تبرعنا بمكانات طباعه يعني في مدرسين مدير المدرسه قال لي والله احنا بنروح نطبع ورق على بعد 6 كيلو. فطبعا وفرنا لهم طبع الحمد لله. فانا اتمنى ان رجال الاعمال تحط ايديها في ايدينا وانا هكون اولهم وما عنديش ادنى مشكله يعني. تمام. معانا استاذ اشرف. مساء الخير استاذ اشرف. يا فندم ازي الحال؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم برنامج بعد اذنك؟ اتفضل.
انا بوجه رساله بس للنواب المحترمين، يعني بقول لهم يعني بعد اذنكم عشان تحسوا بالناس شويه، يعني واحنا كنا ان شاء الله باذن الله هيبقى احسن انتخابات 2020 ان شاء الله. ان شاء الله الهوا بس الهوا باذن الله مصر ان شاء الله هتبقى. حضرتك اقف في مكان ما فيهوش هوا. نعم حضرتك بس تحاول تقف في مكان تكلمنا في مكان ما فيهوش هوا. الهوا قوي جدا في السماعه. انا فندم بقول لسيادتك. ايوه مع حضرتك. بقول لسيادتك ان شاء الله عاوزين يعني النواب المحترمين يحسوا بالشعب المصري يعني شويه يعني. ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله مصر تبقى فوق فوق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا. نرجع بقى للكلام اللي قلناه. استكمل حضرتك. هو طبعا اضاف يعني حاجه نفس مهمه. الوضع. تمام. اولا انا مشيت في كام بلد فين الرقابه على البيئه من الزباله اللي موجوده في الشوارع؟ مفيش رقابه خالص. ممكن اصور لك 100 صوره في 100 مكان مفيش. الاصول يكون في رقابه من حديد. الرئيس مش هيشتغل لوحده. عشان نكون واقعيين ونقعد نتكلم. لا بلدنا كلنا لا انا عايز بقى انا داخل مجلس الشعب حاجه واحده كلنا بس نشتغل. ان انا عايز اوصل صوتي لرئيس الجمهوريه. ان انا اقدر اعمل قانون اساعد بيه اهلي. يعني ان انا اكون رقابي فعلا بحق وحقيقي. اكون اشوف بعيني. انا ما ينفعش ان انا اروح لرئيس المجلس اقول له النظافه عندك. لا ده انا استجوب وزير البيئه. تمام. معانا استاذه ايناس من الدقهليه. مساء الخير استاذه ايناس. استاذه ايناس اتفضلي. مساء الخير. حاولي الاتصال بينا مره ثانيه. هي معانا ولا اتفضلي يا استاذه ايناس. اهلا بيكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه دينا؟ اهلا بيك. ازيك يا استاذه ندى؟ ازي حضرتك؟ انا حابه بس اقول للاستاذ احمد حضرته هو راجل خدوم والدايره كلها بخدم الدايره كلها عامه، بس انا عاوزاه يقول لنا وعود الدايره هيتعمل فيها ايه؟ يعني انا بطالب الاستاذ احمد ان هو الدايره هيتعمل فيها ايه؟ الدايره فيها مشاكل كتير جدا جدا جدا. هو ده اللي بيقوله. مشاكل كتير جدا عليه. يعني هو قبل كده كان قال انا مش هنزل عشان الدايره فيها هيبقى كبير، فلما حضرتك هتنزل الانتخابات وحضرتك لوحدك بتشتغل بطولك لازم الناس كلها تتكاتف معاك. هو احنا كنا لسه بنتكلم في المشاكل والموضوع ده وكان لسه بيكمل لنا بقى باقي المشكلات اللي هي يعني في مشاكل كتير جدا. انا بقترح عليه او بطلب منه ان يكون معاه شويه شباب، لان هو شاب زينا. شويه الشباب دول يساعدوه في كل قريه عشان خاطر ننهض بالدايره بتاعتنا. دايرتنا كبيره جدا ومحتاجه شغل جامد جدا جدا. بالظبط. ما عندناش مستشفيات، ما عندناش تعليم، ما عندناش حاجات كتير. تمام يا استاذه ايناس. وبعدين انا برضو حابه ان انا اشكره على المجهودات اللي بيعملها، لان هي مجهودات فرديه هو بيعملها لوحده، فانا حابه ان انا بشكره عليها. وحابه اقول له ربنا يوفقك يا رب ويعلي من مراتبك كمان، لان هو في السعوديه وخارج مصر وبيعمل خدمات وهو في السعوديه. تمام. ربنا معايا يا رب ويوفقه يا رب. شاكر توجيهاتك وجزاك الله خير. يعني فالنهارده انا دخلت الانتخابات اما قالوا هنوسع الدوائر. اي واحد فينا جواه تردد، مفيش بني ادم اسمه بني ادم كامل. طبعا اما لقيت الدايره وسعت كان بكرم السوباني عبيد وحطوا عليها شربين، بجد لقيت الموضوع هيبقى حمل تقيل عليا جدا. وكان في ميت النصر برضو قالوا ميت النصر. فانا عشان اقدر يعني اخاف ربنا ان انا ما اقدرش البي الحاجات ديت، فكان عندي تردد. لا انا هترشح مش هترشح، طب ايه اللي انا اقدر اعمله؟ طب ايه اللي اقدر كذا؟ فلما قعدت مع نفسي تكون قد المسؤوليه. واكون لان الناس دي هتبقى متعلقه في رقبتي. أكيد. يعني معلش اي عضو مجلس الشعب ما عملش حاجه لدايرته هيحاسب امام الله على الموضوع ده. بالظبط. ماشي. وعشمانين كمان ان يعني المرشح الجديد لمجلس النواب يستمع وينفذ، مش مجرد بس طبعا يبقى طموح. طبعا. وبعد كده طبعا انا سالتي سؤال في الاحمديه. تمام. من اخ عزيز علينا برضه في مداخله معانا. ممكن ناخد المداخله. مساء الخير. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اولا تحياتي لاسره البرنامج وتحياتي ليكم، وانا سعيد جدا ان انا بصراحه شايف نموذج حلو من شخص محترم وشاب كويس ان هو ياخد قرار ان هو يتجرأ ان هو يخش في مجلس النواب. دي حاجه كويسه جدا.
وانا اتمنى ان شاء الله كل الخير. بس انا ليا حاجه عايز اقولها له بخصوص الادوار، موضوع التعليم الفني. التعليم الفني في مصر محتاج شويه اهتمام شويه من جانب اعضاء مجلس النواب، وخاصه كمان احنا داخلين في التنميه والتكنولوجيا، وطبعا احنا عارفين ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيشجع العماله والتنين والصناعه، بحيث طبعا اي دوله عشان تتقدم لازم يكون معانا فنيين. انا بحكم ان انا راجل مهندس وخبير تربوي في مجال التعليم الفني، فانا طبعا بطلب الباشمهندس ان هو يحط في دماغه حته تركيز التعليم الفني في الفتره اللي جايه، خاصه ان مصر يعني هتتفضل او تتقدم في مجال التكنولوجيا والتعليم الفني. تمام، ماشي يا باشا. اي اضافه ثانيه؟ لا شكرا. شكرا لك بس خالد، وان شاء الله يعني ربنا ييسر له ونعيننا بقى. انا عندي فكره للتعليم الفني هنقلها بقى من السعوديه. السعوديه عملت ايه؟ عملت مدارس بتاخد بنفس الثانوي العام ونفس امكانيات الثانوي العام، بس المدرسه جنبها مصنع. المدرسه جنبها مصنع، يجي الطالب ما يطلعش من على السور يحضر حصه ويخلع، لا، بيلزمه انه يشتغل في المصنع عشان يكون راجل منتج، عشان يكون عنده امكانيه الخبره في العمل، في العمل اللي هو بيتقنه. ماشي. فانا بناشد ان احنا نقدر نعمل مصنع او مصنعين جنب المدرسه بجميع الاقسام بتاعتها، ونقدر نستفاد من طاقه الشباب اللي موجود، بدل ما يطلع ونشوفه قاعد على القهاوي ويشرب شاي ويشرب قهوه ويشرب شيشه والكلام ده اللي احنا بنشوفه. دي حقيقه، مش فعلا. مش هنجمل في الكلام فعلا. لا، احنا نلزمه بقى ان هو يدرب في المصنع، زي مدارس مثلا مبارك كول اللي هي موجوده ممكن 7-8 مدارس على مستوى الجمهوريه. لا، احنا عايزين مبارك كول تكون بنسبه 100%. ماشي. بالنسبه للموضوع الترشحي والتردد، النهارده انا لما سالت في الاحمديه برنامجك الانتخابي ايه، انا ما عنديش برنامج انتخابي. قلت له انا ما عنديش برنامج انتخابي. ليه بقى؟ لا حضرتك ما تفاجئيش، لا احنا طول عمرنا بتضحك علينا. معانا مداخله، هستوقف حضرتك. انا اسفه جدا. مساء الخير. مساء الخير استاذ علي من الدقهليه، اهلا بحضرتك. استاذ علي حاول الاتصال بينا مره ثانيه لو الخط فصل. اوكي، طيب اتفضل. نرجع للكلمه. فقال لي يعني ايه ما عندكش برنامج انتخابي؟ يعني انت جاي كده وخلاص؟ قلت له لا يا باشا، احنا بتضحك علينا في 60 سنه، يعني ايه برنامج انتخابي؟ هات لي برنامج انتخابي في 60 سنه من اي عضو مجلس شعب قاله نفذ منه حرف واحد. اولا برنامج انتخابي يخص رئيس الجمهوريه فقط، لان هو الجهه المنوط بها جهه تنفيذيه. لو جينا نتكلم هو الوحيد اللي يقول عايزين نفتح الطريق هنا، عايزين نعمل كوبري هنا. انا ما اقدرش اقول كده، انا رقابي وتشريعي. لكن النهارده انا ما عنديش برنامج، انا عندي رؤيه ان انا اقدر اوصلها للجهات السياديه. عندي طريق اقدر احل مشاكله ازاي، عندي تعليم اقدر احل مشاكلها ازاي، عندي صحه اقدر اعملها ازاي. ما يكونش ان انا اتكلم كلام واقول مثلا يعني كلام حلو. طب انا ممكن ادخل على النت اجيب لك البرنامج الانتخابي بتاع بيل كلينتون ولا ترامب وهنقله والناس هتسقف لي. تمام. معانا استاذ محمد من المنصوره، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل المهندس احمد مع حضرتك. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا باشا، ازيك يا محمد؟ طبعا اتامل فيك خير. الو، ايوه اتفضل. يا باشمهندس معاك، اتفضل استكمل. طبعا الباشمهندس من اعلام المنصوره واعلام ديكرنس وذكرني كلها تتشرف فيه طبعا. يا باشا ربنا يخليك، ربنا يحفظك. هو خدماته طبعا تبقى ربنا يحفظك، ربنا يخليك. ونتمنى منه طبعا اللي هو التعليم والصحه، وربنا يبارك فيه ويبارك في الاسره الكريمه. وطبعا هو شرفنا وشرف الاهليه كلها. يا باشا ربنا يخليك، ربنا يحفظك يا استاذ محمد. ودعواتنا لك بالتوفيق ان شاء الله. والله انا مش هنجح الا بدعواتكم ومساندتكم ليا ان شاء الله يعني. طبعا يا باشمهندس احنا نتشرف بيك في اي وقت. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ربنا يعزك ويصلح حالك يا رب. فكل سنه وانت طيب. شكر اتصالك وشكر اهتمامك بينا يعني. وشكرا للبرنامج الجميل يا استاذ. بالنيابه عنهم بشكرك يا غالي والله. شكرا شكرا. شكرا جدا لحضرتك. صليت على حبيبك المصطفى. فإذا أنا في فرق ما بين رؤية وبين برنامج انتخابي. برنامج انتخابي يختص به محافظ لأنه جهة تنفيذية. بنشكر حضرتك جدا أستاذ محمد على المكالمة، اتفضل. ماشي، جهة تنفيذية هو ده المنوط به إن هو يكون عنده برنامج انتخابي. أما أنا
رقابي وتنفيذي. خدمي اضافت 10 سنين من ورا ليه؟ لان ما عندناش مجالس محليه. فاصبح عضو مجلس الشعب مكلف ان هو يلبي احتياج الشارع. ماشي؟ وماشي هنلبي وان شاء الله هنقدر نساعد. لكن احنا بنتكلم انا عندي رؤيه، عندي طريق مشيت عليه، عندي ازاي اعرف اصلحه. عندي مشكله في الصرف الصحي، ممكن اعمل ايه حلولها عشان تتصلح. يعني ماشي. الوقت مع حضرتك يعني مش قادرين نستكفى منه، ومحتاجين حلقات جديدة، محتاجين حلقات جديدة علشان نقدر يا ندى نستوعب كل الأزمات والمشكلات الموجودة في ديكرانس وبني عبيد وشربين والحل بتاعها. احنا محتاجين يعني بإذن الله حلقة تانية. احنا قلنا مقلب الزبالة في تكيرنس حله ايه، وحاجة هتدخل دخل للبلد. تمام. يعني هتدخل دخل للبلد. تمام. الوقت بس يكون للأسف في حاجات إيجابية. تمام. الوقت للأسف بيداهمنا. نستكمل حلقة جديدة إن شاء الله. يعني معنا تهاني الأستاذة ندى، طبعا تفضلي. إن شاء الله. طبعا بتتقدم أسرة برنامج نحو الهدف بخلص التهنئة للأستاذ عبد القادر رشاد أبو عجيجة بمناسبة تخرج الدكتورة إسراء عبد القادر أبو عجيجة، خريجة ديكور بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وتتمنى لها أسرة البرنامج التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. بالنيابة بقى مبروك يا باشا عن شعب تكرنس ومثل ما وبني عبيد وشربين. ربنا يبارك في حضرتك. معنا تهنئة أيضا تتقدم أسرة برنامج نحو الهدف بخالص التهنئة القلبية للأستاذ محمد الزرقاني بمناسبة عقد قران نجلة شقيقته الجميلة ندى والعريس يوسف وعقبال الزفاف السعيد. طبعا ألف 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 مبروك يا باشا، ومعنا صورة على الفرح عايزين نشوفها. إن شاء الله. تتقدم طبعا يعني بنتقدم الأستاذ، كلنا بنتقدم بالشكر وبالتهنئة للأستاذ أشرف الحداد رئيس مجلس إدارة مؤسسة العالم العربي بخالص التهاني القلبية للأستاذ صفوة ميخائيل المستشار الإعلامي للمؤسسة بمناسبة عيد ميلاد نجله الجميل مينا صفوة وعقبال 100 سنة وسعادة ونجاح. ومعانا صورة هنشوفها. ألف مبروك يا باشا، ألف مبروك. يفرح بيه بقى دكتورة إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا يعني كنا في حلقة مهمة جدا من عصب جمهورية مصر العربية وهي محافظة الدقهلية، ومع شخص ناشط جدا ومواطن مخلص جدا بيعمل وبيجتهد من أجل طبعا يعني حل أزمات أو مشكلات بني عبيد وشربين وديكرنس. الأستاذ وديكرنس طبعا الأستاذ أحمد حسين خطاب. ومعنا أستاذة نتكملي. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا طبعا برنامج نحو الهدف هيقدم درع متميز للبشمهندس احمد حسين خطاب. وده احنا نقدم لكم طبعا هنقدم لحضرتك، وده اقل حاجه للمجهودات وللشكر اللي طبعا كل المواطنين يعني فعلا والله لا اشادوا جدا جدا بمجهودات حضرتك من قبل ما تحصل على مجلس داخل مجلس النواب. فبنأمل ان هذا المجهود يعني ان شاء الله باذن الله يفضل في الاستمراريه ونفس القوه دي ان شاء الله. وهتكون معانا ان شاء الله نعمل حلقه برضك ونوري للناس احنا ممكن نعمل ايه، وعندنا سقف طموحات هيوصل لايه. فعلا الشباب الخير في الشباب زي ما الرئيس قال، واحنا كلنا سند للرئيس. احنا هنعرف نثبت له ان احنا فعلا نقدر نعمل ونقدر نبني وعندنا نظريه. اسعدتنا بكل الحلول اللي حضرتك قدمتها لنا للمشكلات. مشاهدينا ان شاء الله باذن الله استنونا يوم الاثنين القادم في حلقه قويه جدا من برنامجكم نحو الهدف.